الحصاد من قناة الفلوج. طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في حصاد الفلوجة، معكم عبد الرحمن النجار، نبدأه بأبرز عناوينه. لجنة مسؤولة لتشكيل المجالس وحكوماتها، الإطار يسابق نتائج الانتخابات بتحرك من المالكي والعامري. شركات تدعمها الوزيرة تعبث وتخرب، وهيئة الاتصالات تتوعد، تقسيمات الإنترنت تربك أهالي غربي بغداد. الشتاء التاسع يقسو على أطفال المخيمات، ملف النزوح خارج سيطرة الهجرة، والفلوجة توثق معاناتهم. مهندس عراقي يكسر الاحتكار الأجنبي للنفط، والوزارة تتعهد باكتفاء ذاتي من المشتقات العام المقبل. ولإنهاء ظاهرة الطلاسم والتعويذات، إقليم كردستان يحظر ممارسة السحر في المجتمع بقرار صارم. التفاصيل، مرحبا بكم مجددا. والبداية سياسيا، حيث تستعد القوى السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة لماراثون التفاهمات السياسية لتشكيل الحكومات المحلية، وذلك بعد تصديق القضاء نتائج انتخابات مجالس المحافظات. هذا وأكد تحالف نبني الذي تصدر نتائج انتخابات عدد من محافظات الجنوب خلال اجتماع حضره رئيس التحالف هادي العامري، أكد أهمية الإسراع في تسمية المحافظين وتشكيل حكومات تأخذ على عاتقها إنجاز المشاريع الحيوية وتطوير البنى التحتية والخدمية. هذا وكشف الإطار التنسيقي عن لجنة ستكون مسؤولة عن تشكيل مجالس المحافظات والحكومات المحلية بعد انتهاء العد والفرز وإعلان النتائج النهائية للانتخابات. قيادي في الإطار أوضح أن اللجنة ستبدأ عملها بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية وتصديقها، مشيرا إلى أن اللجنة ستدخل في مفاوضات مع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات لاختيار المحافظين والحكومات المحلية. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مفوضية الانتخابات إكمال عمليات العد والفرز اليدوي في العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ ورصافة، مضيفة أن إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات سيكون في منتصف الأسبوع الحالي أو نهايته. بدورها أوضحت مساعدة المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة أنه سيتم تدقيق النتائج وإعلانها بشكل نهائي، وبعدها سيفتح باب الاعتراض للأحزاب والكتل السياسية بناء على أشرطة النتائج التي يمتلكها وكلاء الأحزاب والتحالفات. ينضم إلينا الآن من بغداد المحلل السياسي الدكتور محمد نعناع. مرحبا بحضرتك دكتور محمد، توقعك للنتائج النهائية منتصف الأسبوع الحالي أو نهايته، هل ستغير شيئا من النتائج التي أعلنت أم أن التغيير لن يكون كبيرا؟ مساء الخير، تحياتي لحضرتك أستاذ عبد الرحمن ولجميع المشاهدين الأعزاء. سوف يكون التغيير محدودا جدا، يكاد لا يذكر على مستوى الكتل أو على مستوى القوائم، ولكنه سوف يكون مؤثرا بالنسبة للأشخاص داخل الكتل، لأن حساب سانت ليغو 1.7 فيه الأصوات تفرق داخل القائمة، فممكن يعني مثلا أصوات قليلة جدا، 5 أصوات، 6 أصوات، 10 أو أقل من ذلك حتى ترجح كفة مرشح على حساب مرشح آخر. لكن عموما المسألة لحد هذه اللحظة حسمت، لأنه هنالك 3 أمور حسمت معها. أن المفوضية أعطت نسبة كبيرة جدا، هذا أولا المؤشر الأول من النتائج الأولية، وثانيا أن القوائم يعني راضية على هذه النتائج، وثالثا ليست هنالك خروقات حمراء، ملاحظات حمراء
فضلا عن أن تكون يعني أمور أخرى كطعون أو غيرها. هذه الثلاث مؤشرات تعني بأن سوف يكون هناك مسارا أسهل في عملية قبول النتائج ومن ثم مصادقة المحكمة الاتحادية عليها، وبعد ذلك يكون هنالك مسار الاتفاقات السياسية. إذن حتى لو شهدنا مرحلة الطعون نسبة لعدد الشكاوى غير الحمراء لن يكون هنالك اختلاف. طيب، ماذا عن شكل التوافقات المقبل قبيل البدء بمجالس المحافظات وقبيل اختيار رؤسائها؟ تعرف أيضا هنالك ماراثون آخر ينتظرنا. طريق المفاوضات لم يكن في أي حال من الأحوال سالكا في الانتخابات السابقة. نعم، حصلت متغيرات يعني نوعا ما مفاجئة نسبيا، ليست مفاجئة يعني كثيرا. أبرزها مثلا تصدر محافظين في محافظاتهم، هذا أول متغير، وكان يعني الكتل الكبيرة مثل دولة القانون في كربلاء ونبني في البصرة يتحدثون عن أنه سوف يكونون هم الأول وهم من سوف يرشحون المحافظين. فجاء نصيف الخطابي وأسعد العيداني بشكل مفاجئ أنه أكبر الفائزين وبفارق واسع جدا عن أقرب الفائزين معهم أيضا من الكتل الأخرى. هذا متغير مهم جدا، سوف يعرقل نسبيا الاتفاقات حتى بين دولة القانون ونبني كأكبر الكتل الفائزة في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط أو مناطق المكون الشيعي. هنالك متغير آخر وهو بتقدم حزب تقدم وقائمة الحلبوسي في محافظتين مهمتين، بغداد والأنبار، وهذا صحيح أنها انتخابات مجالس محافظات لكنها أيضا تشكل تحديا لتحالفات في محافظات أخرى. فلذلك عدا هذين المتغيرين سوف لن تتغير الآليات. أما أنه كتلتين أو أكثر تلتئم وتأخذ مناصب المحافظين في أكثر من محافظة، وأما أن يكون هناك اتفاقات جانبية بين الكتل، يعني مثلا لا يمكن الاستغناء عن أسعد العيداني وأيضا مثلا المحافظة الذي يرشحه الحلبوسي في الأنبار، وكذلك صلاح الدين فيها طبخة أخرى سياسية لأنه كتلة مهمة أو قائمة مهمة اسمها الإطار الوطني أيضا تقدمت نسبيا وهي من لون معين. كل هذه الأمور سوف تسير بآليتين، آلية المحاصصة الواسعة بمعنى أنه كتلتين أو أكثر تتفق على مجموعة محافظات، أو الآلية الأخرى اللي هي الاتفاقات الجانبية بين في كل محافظة يكون هنالك لجميع أعضاها رأي في المحافظة الذين يرشحوه. ليس لدينا أكثر من هاتين الآليتين لتشكيل مجالس المحافظات المقبلة. ذكرت ترقب لمحاصصة مقبلة، وأنا هنا أيضا الشيء بالشيء يذكر، أسألك عن شكل المحاصصة المرتقب، خصوصا وأن الإطار التنسيقي قد استبق إعلان نتائج الانتخابات بشكل نهائي بالإعلان عن كتلة إطارية. البعض رأى أن ذلك يعني يشي بخوف أو خشية الإطار من فقدان سيطرة كان قد يسيطر عليها في مجالس المحافظات والأقضية سابقا، وإلا لماذا يعلن بهذه السرعة؟ نعم، هو لحد الآن عمليا ليس هنالك كتلة للمحافظات اسمها الإطار التنسيقي. هنالك مباحثات بين كتلتين أو أكثر، هذا الذي يعني حصلنا عليه من معلومات، وقد هو الذي يستمر لأنه يقلل منح المناصب وتوزيعها بشكل واسع، لأنه يوجد يعني في نبني اللي فيها يعني العامري والخزعلي وأحمد الأسدي وهم أقطاب شيعية مهمة، ودولة القانون اللي فيها المالكي وأطراف أخرى أيضا يعني تتمركز حول المال أو تتمحور حول المالكي والبشائر وغيرها. عدا هذين الفصيلين أو هذين التوجهين يعني الكتل الأخرى ليست كبيرة جدا لكي يؤخذ رأيها بالمحافظين. ممكن نقول بأنه صعدت كتلة حزب الفضيلة المنحل اللي هو الآن يعني على شكل تجمع اسم النهج الوطني، أرجعت بعض مقاعدها وصلت إلى 10، ولكن حتى وصولها إلى 10 لا يمكن أن تفرض أشياء على نبني ودولة القانون. ممكن أن تعطى شيئا، وممكن أن تعطى حتى ليس محافظا وإنما رئيس مجلس محافظة ودوائر أخرى. فلا يوجد تفاوض باسم الإطار التنسيقي الشامل الذي ممكن أن يتفاوض حتى يأخذ كل المحافظات، حتى ولو خشية بأن لا يعضد قبضته مثل ما قبض على البرلمان وعلى السلطة التنفيذية أن يقبض قبضته على المحافظات. هذه ليست خشية كبيرة
كبيرة، سيما وأن القطار هو نفسه مختلف في داخله بوجهات النظر، هو أيضا ليس متفقا ككل، يعني دولة القانون لا تتفق بشكل نهائي مع طبعا طبعا ومع بالتأكيد والأكثر من ذلك. نعم نعم نعم، والأكثر من ذلك في أنه جرت عدة تفاهمات، ليست اتفاقات، تفاهمات مثلا مع نبني، كتل نبني مع شخص من البصرة اللي هو عدي عواد بأنه هو المحافظ المقبل، ووصلوا إلى تفاهمات متقدمة. الآن تغيرت الخارطة بالانتخابات بصعود أسعد العيداني، ورقم مهم جدا ليس بفوزه فقط، وإنما بعلاقاته، بنفوذه، بنسج بعض الروابط الجديدة حتى من داخل بيئة الإطار التنسيقي اللي هي الحشد الشعبي وفصائله، مثل ما سمعتوا الحديث اللي دار بينه ويعني الأخذ ورد بينه وبين أبو تراب قائد اللواء الثالث في الحشد الشعبي أو غيره، هذه كلها سوف تلقي بظلالها على مسار التفاوضات. ولكن يعني هنالك ثابت واحد، أن العملية مكوناتية ولن يخرج القوم عن هذه الحسابات التي هي أصلا تأتيهم بأصواتهم وليس بإنجازاتهم أو بالإعمار أو بالبنى التحتية أو التنموية أو غيرها. طيب الأداء المتوقع لمجالس المحافظات من حيث حجم الرقابة والقرارات التي ستتخذ والأداء الذي سيتخذ من أجل المحافظات التي ومن أجل الجمهور الذي انتخب مرشحيها، ما توقعاتك لهذا الأداء؟ نعم، الرقابة أمر يعني مستبعد أن نفكر فيه الآن، لأنه ما زال هنالك مسار محاصصاتي مكوناتي، سوف تبقى الرقابة قليلة محدودة جدا، فنتركها لي يعني أن يكون هناك عمل تنفيذي ويتم مراقبة هذا العمل التنفيذي. لكن حاليا هنالك تراكم هائل من المشاريع ومن الموارد ومن القرارات والقوانين تخص مجالس المحافظات معطلة كلها بسبب التعطيل، سواء من 2013 إلى 2019 أو من 2019 ولحد هذه اللحظة. فمجالس المحافظات بانتظار تراكم هائل من الموارد مثل البترودولار، تطبيق فقرات في قانون المحافظات غير المتضمن بإقليم لعام 2008 المعدل في 2013، قرارات الهيئة التنسيقية بين المحافظات اللي مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء، البنود اللي ضمنت في الموازنة واللي حاولت الحكومة تقليص الصلاحيات اللامركزية فيها، فالبرلمان عدل هذه الصلاحيات، وأعتقد بأن التعديل مضى والمحكمة الاتحادية لم تقبل طعن بهذا التعديل لأنه يعني يتوافق مع الدستور. فأمام مجالس المحافظات كم كبير وهائل من الموارد والقرارات والقوانين والمشاريع، لكن إلى أي مدى أن مثل هذا المسار اللي هو مسار مزمن المحاصصات المكونات ينعش آمال المحافظات بأن يعطيها دفعة في مجال الإعمار والبناء والتنمية والاستثمار، هذا مرهون بقدرة أولا التنسيق مع الحكومة الاتحادية، وثانيا التنسيق داخل نفس المحافظة فيما بين كتلها، لأنه المرحلة الفائتة فيها هدر مال عام كبير جدا، هروب محافظين، إلقاء القبض على بعضهم، إدانة بعضهم بالجرم المشهود بالتزوير وبالرشوة، هذا كله تراكم يحسب عندما يتم الشروع بعمل المحافظات من جديد، وهي أعتقد يعني انطلاقة جديدة لمجالس المحافظات. جزيل الشكر إليك دكتور محمد نعناع المحلل السياسي، كنت معنا من بغداد. الأخبار مستمرة. يشهد قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد عدم استقرار في خدمة الإنترنت بسبب تعرض البنى التحتية للاتصالات لعمليات تخريب، وفق ما أكدته هيئة الإعلام والاتصالات. يذكر أن خدمة الإنترنت في قضاء أبو غريب تعرضت إلى انقطاع لساعات عديدة من دون سابق إنذار، وسط مخاوف من قبل أهالي القضاء من تذبذب الخدمة وتأثيرها على أعمالهم ودراستهم. هذا ومنعت قوة أمنية وقفة احتجاجية في قضاء أبو غريب تنديدا بقطع الإنترنت عن غربي بغداد، مهددة الصحفيين بمصادرة معداتهم وهواتفهم في حال تغطية التظاهرة. بدورها دعت لجنة الاتصالات النيابية رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني للتدخل ووقف المخالفات القانونية التي ترتكبها وزارة الاتصالات التي تتمثل بقطع الإنترنت عن قضاء أبو غريب.
في الأثناء استنكرت لجنة النقل والاتصالات البرلمانية قيام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بقطع خدمة الإنترنت بشكل مفاجئ عن قضاء أبو غريب فجر الجمعة وعن جميع شركات الإنترنت العاملة في القضاء لمحاولة حصر تجهيز الخدمة بشركة واحدة بشكل احتكاري ومخالف للقوانين النافذة. وقالت اللجنة في بيان إنها سبق أن أشرت مخالفات قانونية جسيمة وشبهات فساد وهدر بالمال العام في عمل الشركة العامة للاتصالات وتمت إحالتها إلى قاضي النزاهة، كما سبق أن خاطبت اللجنة رئيس الوزراء بشأن تكرار الأخطاء في أداء وزارة الاتصالات وما أنتجته من تدهور لخدمة الإنترنت الذي وصل إلى حد انقطاع هذه الخدمة الحيوية في واحد من أهم أقضية العاصمة وبطريقة غير لائقة بإجراءات الحكومة وبدون تنسيق مع هيئة الإعلام. ودعت رئيس الوزراء للتدخل العاجل وتوجيه الشركة بالالتزام بالقانون والتنسيق مع هيئة الإعلام بما يضمن انسيابية إدارة هذا القطاع المهم والحيوي. من جهتها أكدت هيئة الإعلام والاتصالات تعرض البنى التحتية للاتصالات في منطقة أبو غريب إلى عمليات تخريب. وقالت الهيئة في بيان إن الفرق الفنية التابعة لها أكدت أن شركات غير مرخصة قطعت كابلات تزويد خدمة الإنترنت عن عشرات الأبراج المرخصة في المنطقة بدعوى تعاقد هذه الشركات مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية واحتكار تقديم الخدمة لهم في تلك المناطق، كما استخدمت تلك الشركات ترددات وأجهزة مايكروية غير مرخصة تؤثر سلبا على تخصيصات الشركات المرخصة التي تعمل بصورة أصولية، مشيرة إلى أن الفرق الفنية للهيئة سجلت عددا من المخالفات القانونية بحق الشركات غير المرخصة والمخربة التي سيجري التعامل معها وفقا للسياقات القانونية المعتمدة. هذا ودعت هيئة الاتصالات الأجهزة الأمنية إلى إسنادها في الحد من عمليات التخريب التي تستهدف البنى التحتية للاتصالات التي يتضرر منها المواطن بالدرجة الأولى. وطمأنت الهيئة أصحاب الأبراج المرخصة من قبل الهيئة بأنها ستتابع ملف الاستهداف الذي يطال أبراجهم المرخصة قانونيا لاستعادة حقوقهم المشروعة وفقا للقانون. ودعت الهيئة شركات خدمات الإنترنت غير المرخصة إلى الالتزام بالقوانين واللوائح الصادرة من قبلها واستكمال إجراءات الترخيص الخاصة بهم، وحذرتها من الاستمرار في خرق القوانين والتعليمات النافذة والإضرار المتعمد بقطاع الاتصالات في العراق. إذن شركات مدعومة من وزارة الاتصالات تتلاعب بخدمة الإنترنت، قطع ثم إعادة ثم قطع، واقع مربك بهدف السيطرة الحصرية على الخدمة. لنتابع. بدون سابق إنذار قطعت شركات غير مرخصة كابلات الإنترنت عن عشرات الأبراج في أبو غريب فتوقفت الخدمة لساعات عديدة في خطوة تخريبية من قبل شركات مدعومة. هذه العملية أثارت جدلا واسعا في وقت تعهدت فيه هيئة الإعلام والاتصالات بالتصدي لمثل هذه المخالفات وملاحقة المخربين. قطع اللي صار بدون لا تبليغ ولا بدون أي سابق انذار، هذا أولا. ثانيا صار التبليغ بيوم جمعة، ما يصير يكون انه القطع صار بيوم جمعة، ما يصير يكون بيوم جمعة بحكم انه يوم جمعة انه عطلة رسمية، فحتى الشركة اللي تطلع قد تشد الباك اب او تشد الخطة البديلة ما راح تقدر تشد الخطة البديلة بسبب انه اغلب موظفين هم قاعدين بالبيت. هي اصلا ما عندنا احنا وزارة اتصالات، عندنا مجرد كشك مكتوب عليه وزارة الاتصالات اللي هي افسد من الفاسدين. جتنا هاي الوزيرة اللي هي صارت تقول انا صار 12 سنة بالوزارة بس هي وكأنه ولا تعرف شيء اسمه شيء انترنت، ما تعرف شيء اسمه انترنت. أصحاب الأبراج في منطقة أبو غريب اتهموا وزارة الاتصالات بمحاولة السيطرة الحصرية على الخدمة لصالح بعض الشركات وبأسلوب طائفي مما أدى إلى حرمان الآلاف من الانترنت. صار تقسيم الزونات على أساس طائفي، كل محافظة بها شركة، يعني ستقسمت بغداد، يعني اليوم أبو غريب باكر على الشعلة على الرصافة باكر على المدينة على كل الزونات، لأن الزونات تقسمت أصلاً. أستاذي إحنا أعمالنا على الإنترنت، دراستنا على التليجرام، رسالاتنا، شغلنا الإنترنت صار عصب رئيسي بالحياة. نطالب إيجاد حل للإنترنت، لأن تعداد أبو غريب 750 ألف نسمة
ولحد هاي اللحظة أكثر من 3000 مواطن طافي الخدمة يمه. بعد فترة زمنية مضطربة، أعلنت الشركة المسؤولة عن تقديم الخدمات لمنطقة أبو غريب استعادة الإنترنت، ولكن مخاوف السكان ما زالت قائمة من تكرار القطع في المستقبل، خاصة أن كثيرا من الأعمال والدراسات معتمدة بشكل كبير على الإنترنت كوسيلة أساسية للتواصل والعمل. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة. معنا المتخصص في أمن وحوكمة تكنولوجيا المعلومات علي أنور. مرحبا بك أستاذ علي. بداية، كيف توصف حالة قطع الإنترنت التي مرت بها بعض المناطق؟ نأخذ أبو غريب مثال على ذلك. من يتحمل المسؤولية، خصوصا وأن ذلك ألقى بالوضع بشكل مربك على الكثير من القطاعات التي تعتاش على إيصال عملها بالإنترنت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل من يشاهد قناتكم الكريمة. طبعا مثل ما يعني صار خبر معلوم عند معظم الناس ما جرى في قضاء أبو غريب، قطع مفاجئ لخدمة الإنترنت وإجبار الأهالي إلى التحول إلى شركة معينة متعاقدة مع وزارة الاتصالات، رغم أن هذه الشركة هي متعاقدة مع وزارة الاتصالات ولكن هي غير مرخصة من هيئة الإعلام والاتصالات، وقطع الإنترنت عن الشركات الأخرى التي هي مرخصة من هيئة الإعلام والاتصالات. هذا طبعا أول شيء مسؤوليته بالدرجة الأساس هو عند وزارة الاتصالات. ثانيا، هناك تخبط وتضارب في الصلاحيات في ما بين الوزارة والهيئة. الهيئة طبعا بيّنت أن هذه أعمال تخريب، الوزارة تقول هذا تحول سلس. عند مراجعتنا للوضع تبين أنه مثل ما تعرفون حضراتكم قبل فترة كان هناك خلاف على الصلاحيات ومن يمنح التراخيص، وذهبت وزارة الاتصالات إلى القضاء، والقضاء حسم الأمر وقال أن هيئة الإعلام والاتصالات وحسب قانون الموازنة هي من يملك حق الترخيص للشركات، وقامت الهيئة بترخيص هذه الشركات، ولكن وزارة الاتصالات لم تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية ولا بقرارات هيئة الإعلام والاتصالات، حيث أن القرار الترخيص هو حق من صلاحيات هيئة الإعلام والاتصالات. المواطن بالنهاية هو لا يعلم من هو المرخص ومن هو يملك العقد. المواطن يحتاج إلى خدمات إنترنت. اليوم الإنترنت يدخل في حياتنا بشكل كامل، اليوم أصبح التاكسي عن طريق الإنترنت، اليوم الحكومة تشجع على الدفع الإلكتروني، الحكومة شعارها الأهم هو تقديم الخدمات والإنترنت واحدة من الخدمات المهمة التي يحتاجها المواطن، اليوم التعليم في البلد يحتاج إلى إنترنت، الأعمال بشكل عام، التوصيل وشركات التوصيل بشكل عام، كثير من مفاصل الحياة تعتمد على الإنترنت. إرباك الأسواق والقطاع بهذا الشكل يعني سيؤدي إلى أضرار وعدم الثقة في اعتماد التكنولوجيا والإنترنت، ونحن الآن في حكومة خدمات مرة أخرى تشجع على دفع إلكتروني، وإحنا نعرف مثلا في مطلع السنة القادمة على سبيل المثال محطات الوقود راح تكون معتمدة على الدفع الإلكتروني. في هكذا حالة شلون المواطن راح يقدر يمارس حياته؟ تخيل أنه أنت تعتمد على الإنترنت وبنفس الوقت هناك يعني خلينا نقول خلل في عمليات تقديم خدمة الإنترنت وهذا التداخل في الصلاحيات. طبعا وهل نتوقع تداخل آخر ينتهج يجب أن يكون يعني ينتج عنه أيضا خلل وإرباك للوضع العام وبالتالي إضرار بالخدمات مستقبلا، أم أن المشكلة ستحل وفق مؤشراتك؟ طبعا هناك كتاب من مكتب رئيس الوزراء يعني طلب من الجهتين الجلوس إلى طاولة الحوار وأن يكون هناك نقاش من أجل حل الموضوع وأن يكون هناك تنسيق عالي، ولكن للأسف يعني حسب رؤيتنا للمشهد نرى أن وزارة الاتصالات هي من خرق الاتفاق بذهابها بهذا الشكل دون التنسيق، دون الإعلام والتنبيه حتى للمواطنين. يعني هي من جهة خالفت قرار محكمة الاتحادية، خالفت قرارات الهيئة من ناحية الترخيص، ولم تعلم المواطن وتجبره
العمل مع شركات بمبدأ الحصرية والاحتكار، وهذا طبعا كليته مرفوض. حتى لو نرجع إلى كتب يعني لجنة الاتصالات في البرلمان، هي رافضة لهذا الموضوع وأرسلت كتاب إلى قاضي النزاهة في الكرخ لأجل التحقيق في أمر التعاقد الأخير الذي يعطي الحصرية والاحتكار لبعض الشركات. اليوم إذا بقى الوضع عليه دون تدخل من جهات عليا وحسم الأمر بشكل نهائي وإيقاف هذه التجاوزات، سيكون هناك تجاوزات أكثر وهناك عبور لخطوط حمراء أكثر، وهذا كله يعني بالنهاية المواطن هو من يدفع الثمن. الصراعات ما بين مؤسسات الدولة ليست في مصلحة أحد، يجب أن يكون هناك حل سريع، يجب أن يكون هناك تدخل من الحكومة يعني وخاصة من دولة رئيس الوزراء لأجل حسم الأمر بشكل نهائي، وأن يكون كل شيء واضح من هو له حق الترخيص، وهذا طبعا القضاء حسمه بالمناسبة. ولكن اليوم كأمر تنفيذي وكصلاحيات يجب أن يكون هناك تدخل، لأنه اليوم الوزارة غير ملتزمة. أنا اليوم كمواطن شنو أقدر أسوي أمام الوزارة؟ الهيئة نفسها مع الوزارة هناك خلافات وأيضا قضايا في القضاء وغيرها. اليوم أنا كمواطن أريد أتمتع بخدمة انترنت جيدة مستقرة بكفاءة عالية، هذا ما أريده. الخلافات التي ما بين الوزارة والهيئة شأن آخر، رغم أنه احنا بينا من اليوم الذي يعني عبر الخطوط وتعدى على القرارات. البرلمان هل يمكن أن يكون عامل حل يعني خطير نوعا ما للأزمة، طالما أن الأمر أصبح خطير ويهدد معيشة الكثير من الناس، وهي أيضا خدمة، وحكومة السوداني تقول أنها حكومة خدمات، هل يمكن للبرلمان أن يكون عامل حل، سيما وأنه ندد بما يجري من وزارة الاتصالات ووصفه بالانتهاك والتخريب؟ أكيد اليوم الضغوط من الهيئة التشريعية، من القضاء، من السلطة التنفيذية، كل السلطات اليوم هي غير مرحبة وغير ولا تتفق مع إجراءات وزارة الاتصالات. ما الحل؟ هل يجب أن يكون هناك رادع يعني تنفيذي عن طريق القضاء، أي وسيلة هي توقف تجاوزات وزارة الاتصالات، هي أو يعني تضع حدود لكل طرف؟ يعني قد تكون وزارة الاتصالات من وجهة نظرها ترى أنها هي لم تتجاوز وأن هذا حقها وغيرها، ولكن يجب أن يكون تدخل، لأنه اليوم وزارة الاتصالات وحسب بيانها تقول إحنا يعني نمارس حقنا وعندنا عقود وغيرها، والهيئة كذلك. إحنا كمختصين نرى أن الوزارة أخطأت في هذا الأمر وتجاوزت، ويجب إصلاح الأمر وإيقافه بشكل كامل. يجب أن يكون هناك تدخل من السلطة التنفيذية بالدرجة الأولى ثم البرلمان. يجب أن يكون هنالك تدخل لكي لا نشاهد حجم الهدر بالمال العام. لجنة الاتصالات البرلمانية حذرت من فساد وهدر بالمال العام تقوم به الشركة العامة للاتصالات. برأيك ما حجم هذا الهدر الذي يحدث؟ نعم، طبعا هناك ما يسمى بفوات المنفعة. هناك يعني على سبيل المثال توقف خدمة الانترنت عن هذه الشركات وإضرار المواطن بقطع الخدمات عليه، هو من جهة في هدر للمال العام ومن جهة في إيقاف للمصالح، وهذا الأمر يتعلق باقتصاد بلد. اليوم كل العالم يتوجه إلى اقتصاد رقمي، وهذا الموضوع يؤثر في الناتج المحلي، وحتى على مستوى الدولة. الدولة اليوم تنتفع من خدمات الانترنت لأن هناك واردات من أجور الانترنت، وقطع الخدمة أو ضعفها وعدم كفاءتها يؤدي إلى قلة الواردات. نعم. إضافة إلى هذا عدم ثقة الشركات في الترخيص، لأنه اليوم أنا مثلا رخصت من هيئة إعلام واتصالات ودفعت أجور الترخيص اللي هي مو رخيصة، يعني هذه واردات جيدة، ولكن أروح أشوف شركات أخرى غير مرخصة أيضا تعمل، فهذا راح يولد عدم ثقة، والشركات تقول خلاص أنا ليش وهنا أرخص وهنا اليوم وهنا يكمن الخلل في والتسبب بحجم الهدر الذي تحدثت عنه لجنة الاتصالات البرلمانية. أشكرك جزيل الشكر علي أنور المتخصص في حوكمة وأمن المعلومات، شكرا لك مرة أخرى. الأخبار مستمرة.
محليا ومع انتهاء الفصل الدراسي الأول، ما تزال مدارس الأنبار تعاني من نقص شديد بالكتب الدراسية وسط مطالبات بتوفيرها للطلبة قبل امتحانات نصف السنة. لنتابع. لم تبقى إلا أيام قليلة ويبدأ طلبة محافظة الأنبار بإجراء امتحانات نصف السنة للعام الحالي في ظل نقص شديد في أغلب الكتب المدرسية، الذي بدوره سينعكس سلبا على الطلبة ومستواهم الدراسي. الجهات خاصة التربوية بالأنبار ما تنتبه المخاطر اللي تسببها للطلاب، يعني مو بسبب خلينا نتجاوز مرحلة يعني مشكلة الكوادر التدريسية اللي تشكل معاناة للطالب، تخلي يضطر انه يبحث عن المدارس الأهلية وحتى عن الدروس الخصوصية. هاي نص السنة وصلناها هم لحد الآن ما كملوا مستلزمات الطالب، شلون تيده هذا يفتهم؟ شلون تيده هذا يحقق نجاح؟ شلون تيده حتى المدرس شلون يحقق نجاح بالنسبة للطلاب إذا هو أصلاً ما عنده الأدوات الحقيقية لنجاح الطالب؟ المطالبات تصاعدت من قبل أولياء أمور الطلبة لتوفير المناهج الدراسية قبل بدء الامتحانات، لكون أغلبهم لا يستطيعون شراء الكتب لأبنائهم بسبب حالتهم المادية الضعيفة، خصوصاً بعد إن وصل سعر الكتاب إلى 15,000 دينار. طبعاً هسه احنا أنا عندي ولد أخوي 3 طلاب معتمدين، يعني ناس تدرسهم ناس يعني بكتب كتاب واحد، ويعني كل طالب يجون يجمعون 2-3 يدرسون على مادة، لأن ما مطيهم كتب حالتهم الإمكانية طبعا مو هالقد ما يقدرون يشترون كتب من المكاتب الخارجية. ويرى متخصصون ضرورة متابعة سير العملية التربوية في الأنبار وتوفير الكوادر التدريسية المهنية والمستلزمات الدراسية التي من شأنها أن تساعد في النهوض بالقطاع التعليمي في المحافظة. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة. وضمن واحدة من الملفات الإنسانية، فقد سلطت عدسة الفلوجة الضوء على معاناة الأطفال النازحين في مخيمات بزيبز، وتقدر أعدادهم بالمئات فيما يبحثون عن أماكن دفء لعلها تقيهم برد الشتاء. تفاصيل أوفى في تقريرنا التالي. ما يرهم هذا العمل، احنا هم بشر مثلكم، وهم يعني انا هسه اتحدى من اي سياسي يجي يقعد له بس يوم واحد بخيمه، مو انا صار لي 10 سنوات. كلما انخفضت درجات الحراره هنا في مخيمات بزيبز للنازحين، هرب زيد واخوته الصغار الى هذه الخيمه المصنوعه من القماش لعلها تقيهم من برد الشتاء، بعد أن أصبحت هذه الخيام المهترئة مأوى لهم منذ أن هجروا من ديارهم قسرا قبل 9 سنوات. شلون عايشين في هالبرد؟ عايشين على الله، الله معيشنا، ما أدري شلون باردة الخيام مزرفة. هسه احنا بردانين، نريد صوبة ماكو، كهرباء طافية، علش نريد دفو. هسه يلا بردانين نريد دفو. احنا الأطفال هنا ندور شيء ندفى مية من الصبح للعصر، هي الدنيا باردة هنا، المطر يغرقنا، يغرق الخيم والخيم مشققة. الحرمان من أبسط حقوقهم، هذا ما يعانيه الأطفال النازحون في مخيمات تقول عنها وزارة الهجرة والمهجرين إنها عشوائيات، على الرغم من أنها تضم نحو 3,000 نازح من منطقتي جرف الصخر والعويسات، ويقاسون أوضاعا معيشية صعبة. الجو بارد، خيمنا تعبانة، كلش تعبانة، ما عندنا يعني سبيل، لا نقدر نبنى يعني شيء ونقول لو نحامي جهاننا. احنا نطالب محافظة المقبل الجديد ان شاء الله ان يتفتنا التفات ابو يعني الناس النازحين اهالي جرف الصخر، من ضمنهم امامنا من العويسات قسم، فما حول ولا قوة. ونأمل بعد إعداد هذا التقرير أن تحظى هذه العائلات النازحة باهتمام من قبل الجهات المعنية وتوفير متطلباتهم المعيشية حتى تأمين عودتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية. من الأنبار أحمد ناجي، قناة الفلوجة. أما أن ينضم إلينا من محافظة الأنبار المدير التنفيذي لمؤسسة الحق عمر العلواني. مرحبا بك. 9 سنوات أستاذ عمر على أزمة النازحين ولم تحل حتى هذه اللحظة. السؤال هنا، ما الذي فعلته وزارة الهجرة والمهجرين؟ ماذا كان دورها حتى الآن؟ بالبداية تحية طيبة عليكم وعلى جميع من يشاهدكم.
مثل ما تفضلت 9 سنوات والأمور تتفاقم بشكل أسوأ. سؤالك عن أداء وزارة الهجرة، للأسف كان دورها بشكل سلبي فاقمة من الوضعية بعدما أعلنت إغلاق كل المخيمات، وللأسف تحولت هذه التجمعات البشرية من مخيمات يعني تحظى باهتمام المنظمات وهناك مسؤولية على الجهات التنفيذية والحكومية، لكنها أعلنت إغلاق هذه المخيمات، وبالتالي تحولت إلى عشوائيات مهملة بعيدة عن أدنى مستويات أو استحقاق الحياة لمواطنين عراقيين صار لهم أكثر من 8 سنوات وبعضهم 9 سنوات، وقد والأمور لا تبشر بخير، قد تكون 10 سنوات. نحن نتحدث عن جيل كامل ولد وترعرع في 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 ظل هذه المناطق النائية والمعزولة، وللأسف أصبحت حتى منبوذة اجتماعيا لدى بعض الفئات. هذه المناطق كم تقدرون عددها؟ هي الأعداد كبيرة يعني تتجاوز الآلاف، ولكن لأنها عشوائية وبقطاعات متفرقة فيصعب اليوم إحصاءها، لكن نقدر نقول بأنه العدد يتجاوز الآلاف. وقلت قبل قليل أنه أغلقت العديد من المخيمات، لماذا تغلقها؟ يعني هذا الإجراء الإداري أو الفني ما الغاية منه؟ لا، هو خلينا نوضح، هو الإغلاق وما كان إغلاق، يعني هو فقط إعلان عن إغلاق، يعني المخيمات هي لا زالت. الإغلاق هو يعني التنصل عن مسؤولية الحكومة العراقية، مع العلم بأنه البرنامج الحكومي أعلن بأنه أولى اهتماماته هو دعم الفئات الضعيفة والمهمشة، وهذا يدخل بضمنها مفهوم النازحين واللاجئين. لكن القرار اللي فاجئنا، طبعا احنا كنا مشجعين ومرحبين طبعا بفكرة وزارة الهجرة بإنهاء النزوح، كنا نتصور بأنه إغلاق المخيمات هو إعادة الأهالي إلى مناطقهم وحل مشاكلهم، لكن للأسف هذا القرار كان عبارة عن صورة وشكل فقط. إغلاق هو مجرد تنصل، وزارة الهجرة والمهجرين ما عادت تقدم خدماتها بشكل سابق مثل ما كانت تقدم للنازحين، فبالتالي المخيمات هي موجودة، لكن الجهات الحكومية وزارة يعني رفعت إيديها وتخلت عن مسؤولية تجاه هذه الفئة الكبيرة، فأصبحت عشوائيات يعني يطلق عليها عشوائيات، لكن الأعداد والنازحين هم موجودين من دون أي خدمات، فهو هذا اللي نقصد به بالإغلاق الغير صحيح. طيب، هذا التقاعس في أداء المهام المنوطة بوزارة الهجرة والمهجرين، ما سبب هذا التقاعس؟ يعني الأموال خصصت لوزارة الهجرة والمهجرين، هنالك دعم وقرار من رئيس الوزراء وحكومته أيضا تقول أنها حكومة خدمات وتصفير لأغلب الملفات، إذن هذا التقاعس من قبل وزارة الهجرة ما الذي تفسره؟ أولا، هو تعاملهم مع الملف لم يكن بشكل صحيح، هناك عدة أمور متداخلة بملف النازحين يتطلب عمل جدي وحقيقي، ويعني هذا يدخل ضمن ملف المصالحة الوطنية، لكن العمل لم يتم بشكل صحيح، بقى هذا الملف يعني يرمى من جهة إلى جهة والكل يتنصل عنه، فبالتالي أصبحت الحلول رغم بساطتها لكن مستحيلة للأسف، لأن ماكو عمل حقيقي لمحاولة لملمة الشمل. هناك جهات سياسية تعارض، وهناك يعني جهات اجتماعية أيضا ترفض عودة بعض العوائل المتهمة بعضها بانتماء احد افرادها لداعش، وايضا هناك عامل اخر يرتبط هو ملف التعويض، الناس اللي خسرت بيوتها وما عادها عيشه وين تروح، يعني بالتالي ماكو بديل، فسواء قعدت بهذه المخيمات او رجعت لمناطق، وهذا ما شاهدناه، رجعت الكثير من العوائل لكن ماكو سبل عيش. وهنا يعني تبرز مشكله لا زال لم معاملات المتضررين والبيروقراطيه ايضا المترتبه على ذلك. بالتأكيد. حتى هذه اللحظه بالتأكيد. ايضا هنالك مشكله لم تحل. على كل حال، هناك أكيد. دور متوقع لمجالس المحافظات المقبله، هل سيحل هذه المشكله برايك، خاصه قضيه التعويضات؟
بالنسبة لنا احنا نأمل انه يتم حل هذا الموضوع، لان نتحدث يعني عن 9 سنوات وداخلين على السنة العاشرة. بالتالي ترك الموضوع بهذه الطريقة هذا يهدد السلم والأمن الاجتماعي، ممكن ان يجيب كارثة حقيقية اذا ما بقينا نهمل هذا الموضوع. نأمل من مجلس المحافظة القادم ان يضع في اولى اولوياته هو ملف النازحين كما هو ملف المفقودين وغيرها من الملفات اللي لا زالت لم تحسم بسبب عدم جدية الجهات السياسية وعدم وجود رغبة حقيقية من المعنيين بإصدار القرارات لحل مشاكل معقدة لا زالت يعني بعد سنوات لا زالت تنتظر الأمل. من محافظة الأنبار المدير التنفيذي لمؤسسة الحق عمر العلواني، شكرا لك. الأخبار مستمرة. عزى رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبة الحلبوسي استمرار توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان إلى وجود خلافات بين حكومتي المركز والإقليم تتمثل بسعر استخراج النفط. لحد الآن متوقف لوجود بعض المعوقات بين حكومة الإقليم وحكومة المركز بخصوص موضوع سعر الاستخراج اللي موجود، سعر الاستخراج اللي موجود المثبت بالموازنة شكل، والأخوة في حكومة إقليم كردستان تعاقدهم مع الشركات الأجنبية للاستخراج النفط في الإقليم كانت بمبالغ عالية جدا، وسيتم حل الموضوع إن شاء الله مع وزارة النفط، ونحن متابعين كلجنة مختصة في هذا الموضوع لتنفيذ بنود الموازنة وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي المنعقد مع حكومة الإقليم. في إنجاز عراقي بامتياز بطله مهندس بصري برفقة زملائه، شهد مصفى الشعابة تدشين الوحدة الرابعة الخاصة بإنتاج المشتقات النفطية ليوفر ملايين الدولارات لخزينة الدولة كانت ستذهب لإحدى الشركات الأجنبية. المزيد في هذا التقرير. كسرنا احتكار الشركات الأجنبية في مجال استثمار النفط الخام. بهذه العبارة دخل المهندس محمود تحديا برفقة زملائه العاملين في مصفى الشعاب النفطي الذي شهد تدشين الوحدة الرابعة اليوم بطاقة بلغت 70,000 برميل يوميا، ما وفر مبلغا يتجاوز 300 مليون دولار كانت قد كلفته الشركات اليابانية للدولة العراقية في حال أنجزت العمل. حقيقة أكو أجزاء ثانية اللي هي وقت التنفيذ كانت 3 أشهر. 3 أشهر هاي الوحدة اليوم الواحد اللي تشتغل بيه توفر لنا 5 مليون دولار، فإحنا قدرنا نوفر 4.5 مليون دولار اللي هي كلفة تعاقد إضافة إلى 5 مليون دولار في شهرين. فالشيء الرئيسي إنه إحنا كسرنا احتكار الشركات الأجنبية بهذا المجال. القصة بدأت عندما سحب العمل من الشركة التشيكية المنفذة للمشروع نتيجة الإخلال بتعاقدها مع وزارة النفط، من ثم طرح المشروع على شركات عالمية من ضمنها يابانية طالبت بمبلغ قدره 4.5 مليون دولار بمدة عمل بلغت 3 أشهر كحد أدنى، ليتحرك المهندس محمود ورفاقه للدخول في التحدي لإنجاز العمل الذي وفر 5 ملايين دولار باليوم الواحد للدولة العراقية. خلال هذه الأثناء تقدم أحد المهندسين المبدعين من قسم النظم والسيطرة بطلب الكشف عن هذه المنظومة وبيان الإمكانية لتنفيذ أعمال شركة يوكاغاو بالجهد الوطني، وبعد أيام تم اتخاذ القرار بالمضي والاعتماد على كوادرنا الوطنية في شركة مصافي الجنوب لتنفيذ هذا العمل الكبير. لجنة النفط والغاز النيابية من جانبها وصفت استيراد المشتقات النفطية بمبالغ تصل إلى 5 مليارات دولار سنويا بالمعيب، لكون العراق ثاني أكبر مصدر للنفط بعد السعودية، فيما أشار الوزير المعني إلى أنه في الربع الثاني من العام 2024 سيحقق العراق اكتفاء ذاتيا من المشتقات. الآن ننتج من مصفى كربلاء أكثر من 7500 متر مكعب من البنزين عالي الأوكتان، يعني الأوكتان نمبر مالته 95، وهذا المنجز هو سوف يوفر يعني كميات كبيرة من المنتجات البيضاء بإنتاج هذه بإكمال إنجاز هذه المشاريع سوف نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بإذن الله.
ومع تدشين مشروع المرحلة الرابعة في مصفى الشعاب النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70,000 برميل باليوم، وطال انتظاره منذ 8 أعوام، يأمل مهندس النفط الوطنيون إيجاد مساحات تطوير وثقة أكبر لكسر ما يعرف باحتكار سيطرة الشركات الأجنبية في تنفيذ المشاريع. خالد السلامة، لقناة الفلوجة، البصرة. إلى أربيل، حيث قرار حكومي لإنهاء ظاهرة الطلاسم والتعويضات الغامضة التي لطالما تفشت في المجتمع. هذا القرار سيحظر كل أعمال السحر والشعوذة في إقليم كردستان. التفاصيل مع بشير الحسن لنتابع. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في كردستان قررت حظر ظاهرات أعمال السحر والشعوذة كونها تتعارض وتتنافى مع المبادئ الدينية والشرائع السماوية، فضلاً عن إحالة كل من يمارسها بأي شكل من الأشكال إلى القضاء، فيما سيتم إغلاق جميع الأماكن التي تمارس فيها تلك الأعمال، والهدف منها مكاسب مالية بعيدة عن الإنسانية. في الآونة الأخيرة رأينا من يستخدم هذه المصطلحات بصورة يسيء إلى هذا الاسم المبارك ويسيء إلى الديانات والدين الإسلامي الحنيف، فهذه التعليمات خاصة بمحاكمة وبملاحقة كل من يستخدم الدين في سبيل الحصول على المال بصورة غير شرعية، وكذلك إخراج الجن وكتابة السحر والدجل والشعوذة وبيع الناس العسل وحبة السوداء والماء وما شابه ذلك كأنه علاج. السحر والشعوذة ظاهرة قديمة متجذرة داخل المجتمع الكردستاني، ولم يخلو منها أي مجتمع بطبيعة الحال، فالوقوع بشراكها له طرق عديدة يتبناها السحرة للإيقاع بضحاياهم. فهل هناك قوانين وعقوبات رادعة؟ في كثير من الأحيان يلجأ المشرع أو يلجأ القضاء العراقي إلى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 المادة 456 لتجريم فعل يعتبر فيها نصب واحتيال. طبعا تكون أركان هذه الأفعال الركن المادي والركن المعنوي يجب أن يكون واضحا أو يكون محددا، ثم العلاقة السببية بين الفعل والضرر الذي حدث. مختصون يعزون أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى البحث عن حلول لمشكلات الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية من خلال أشخاص يقومون بتعويذات وطلاسم غامضة لاستغفال الناس ومن مختلف الشرائح والطبقات، لتتخذ الجهات المعنية الكردستانية بحقهم إجراءات رادعة وسريعة وفق القانون. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. الختام من بغداد. فبين التسول والمعونات تتعدد الروايات بشأن لغز أكياس وحقائب ممتلئة بأموال تقدر بملايين الدنانير بعد أن أخرجتها الشرطة من شقة امرأة توفيت في أحد أحياء العاصمة. التفاصيل في هذا التقرير. رصتها في أكياس وحقائب تلونت بألوان الفئات النقدية المختلفة التي جمعتها من قبل، وقد أخرجتها الشرطة من حجرتها بعد أن أخرج جثمانها. توفيت المسنة المتسولة بحسب الرواية الحكومية وتحت وسادتها ملايين الدنانير، لم تنفعها في شراء عمر جديد، وظل لغزها محيرا لأهالي منطقة الحرية. ظاهر ميتة بالمستشفى الجدية، تعرفنا عليها مجدية، فميتة بالمستشفى بدون هويتها، فمدى جاي شقيقها واختها المتوفيه ياخذون الهويه، فمدى ياخذون الهويه ياخذون وياها الفلوس، يعني قواني عندها مال جديه تسول ياخذوها. فتم اتصال بالسيطره من قبل المواطنين، يعني جت دورياتنا باسرع وقت دوريات النجده. في صباح اليوم التالي كشف ضوء الشمس عن روايه جديده للاهالي الذين عاشروا المسنه حتى دقائق عمرها الاخيره. لم تكن متسولة ولم تمد يدها، وأن ما اكتنزته من أموال كان مصدره إعانات يقدمها الجيران والأقارب. تجمع بها منذ 30 عاما في هذه الحجرة التي فضلتها المرأة ميسورة الحال لتعتزل الناس إثر إصابتها بمرض نفسي. عمي هالمرأة صارت 30 سنة علوية، لا تجدي ولا متسولة ولا كل شيء. العالم هي تجي تكرمها، هاي اللي تطيها الخموس، هاي اللي تطيها مال الفطرة، فلا تجدي ولا تطلع ولا ما تدي هالواحد زين،
وهو اجى ابنها عميد بالشرطه، اجى دا ياخذ فلوس دا ياخذ جنسيته دا راح يدفنها. لا والله ما شفت اي مره تقدي، اكثر من مره حاول نقدم لها مساعدات ما تستقبل مساعدات، ما حد يعرف شنو قصتها. ناس تقول ابنها عميد، بس صحيح طلع ابنها عميد، يعني حتى من واحد يريد ياخذ المستشفى ما تقبل. بس قبل 5 ايام انتهت يعني القنقري كل رجليها، المجريديه هواي جوا، من تنام جوا ياكلون برجليها. حتى الناس تقول يابا خلينا ننظف الغرفه، خلينا نرتب لك اياها، ما تقبل، لان تعرف انه اكو بيها فلوس ارباع، وهاي طلعت بال 50 مليون و400 الف. ويبقى للقضاء الكلمه الفصل في فض ملابسات القضيه والوقوف على حقيقه ما حدث، فيما يبقى حق الرد مكفولا لكل الجهات التي ورد ذكرها في تقريرنا. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. الحصاد انتهى، إليكم أبرز ما جاء فيه. لجنة مسؤولة لتشكيل المجالس وحكوماتها، الإطار يسابق نتائج الانتخابات بتحرك من المالكي والعامري. شركات تدعمها الوزيرة تعبث وتخرب، وهيئة الاتصالات تتوعد، تقسيمات الإنترنت تربك أهالي غربي بغداد. الشتاء التاسع يقسو على أطفال المخيمات، ملف النزوح خارج سيطرة الهجرة، والفلوجة توثق معاناتهم. مهندس عراقي يكسر الاحتكار الأجنبي للنفط، والوزارة تتعهد باكتفاء ذاتي من المشتقات العام المقبل. ولإنهاء ظاهرة الطلاسم والتعويذات، إقليم كردستان يحظر ممارسة السحر في المجتمع بقرار صارم. مشاهدينا، الحصاد انتهى. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم متابعتنا عبر مواقع الفلوج. إلى اللقاء.